يا حبيبتي انا فارقك لو ثانية صعب علي انا. بلشت رغبتي بالموسيقى من اول ما فقدت بصري وقت كنت انا بالصف الخامس على اثر حادث في دراجة هوائية، فقررت اني ما استسلم لليأس. طلبت من والدي يهيئ لي جو ويجيب لي الإيقاع اللي هي الدربكة وآلة التسجيل وشرطان كاسيت، أعزف مع الأغنية وانتبه كيف الإيقاع بيطلع كيف بينزل. اجينا على الأردن بال 2012، فأنا حسيت أني أنا لازم أعمل شيء بالمخيم لهالناس. رحت على مركز كير وقلت لهم أنا عندي إمكانيات أنه أنا أعلم الأطفال الغناء، أعلمهم العزف، أحطهم بجو نفسيتهم ترتاح، يرهفوا عن حالهم. بحس لما بكون عم بعلم كل السنين اللي ضاعت مني بحس أنه ولا شيء قدام اليوم اللي أنا عم بعطي الدرس للأطفال. بحس بسعادة ما بتوصف. يعني إذا كان عندنا مناسبة أنا بحب أتعلم على العود، على الدربكة عادي، على أي شغلة. الأستاذ إحسان يعني بدربنا ويعني بكل شيء، بس بحس فيه يعني إنه كيف يعني كيف بشوف كيف بقدر الأكلة اللي بده إياها يقدر يشوفها. طب كان هو الخيار، مين أخذ منه؟ بعده محل. من إيدي. خلص هيا. لا والله. خلاص يلا. هون أنا زوجتي لما صارت تدعمني، زوجتي صارت هي اللي رجعت لي نظري، هي اللي صارت هي عيوني اللي بشوف فيها. صرت أنا شو؟ كامل. أحياناً أتعرض لإني مثلاً أفوت بالباب أو أتعرض إني أنا مثلاً أتفركش بشغلة وأقع، بس هذا الشيء ما أثر علي. قاومت وبلشت، انطلقت حياتي ولا بتقيد بالمكوفين أنا.